بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، هنكلمكم النهاردة عن العلافات الأردني. طبعا العلافة الأردني الأصلية مش التقليد، برضه عشان في ناس كتير مش عارفة الفرق بين التقليد وبين الأصلي. تمام، اللي احنا شايفينه دوت، العلافات اللي هي الأصلية وليس التقليد. مستوى الجلفانة عالي جدا جدا، علافة ضد الصدى بمعنى الكلمة، مش بتصدي، علافة مش بتصدي. تمام، هوريكم بعض التفاصيل المهمة في العلافات. تمام، زي التبنيط، لو احنا بصينا كده يعني الفرق طبعا بين الـ يعني في زيها مصري، للعلم برضو الاثنين بيصنعوا في مصر، بس دي جماعه يعني هم اللي بيصنعوها جماعه من الاردن، والشغل بتاعهم الاسطمباتهم وشغلهم كله من الاردن، حاجه محترمه جدا. البومبي بتاعها عميق، يعني بتنزل علف لوحدها، مستحيل اللحام بتاعها يفك، مستحيل تصدي، حاجه محترمه جدا. طبعا انا احنا بنعملها، يعني انا عامل منها خطوط اوتوماتيك، يعني وناش وايرات، وبتطلع وبتنزل بمستوى واحد، لان بصراحه علافه يعني جميله جدا، وناس بتحبها والناس تطلبها بالاسم. تمام، ويعني شغلها كويس يعني. طبعا احنا اهو دي العلافه اهي، ده البومبي بتاعها عميق، بتنزل علف لوحدها. بص العلافه ما شاء الله عامله ازاي، حاجه جميله جدا يعني. هوريك واحده مصري دلوقتي، هات لي علافه كده اللي هي التقليد مع محمد عبد الرازق، جابها لك، هاتها كده. على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا يعني ايه، بنحاول نشتغل في الشغل اللي هو النظيف بس. هوريكم العلافه اللي هي معموله في مصر. زي ما قلنا احنا بنشجع المنتج المصري الحمد لله، وده الشغل دوت معمول في مصر طبعا، بس جوده وحرفية عالية جدا. تمام؟ هجيب لكم دلوقتي العلافة اللي هي الأردني اللي هي التقليد. جبت لكم أنا طبعا علافة اهي، اللي هي التقليد. طبعا شايفين المستوى. طبعا ده اللحام متخرم، يعني متلحم. طبعا اللحام ده اللحام معرفش بيتلحم ازاي. تمام، طبعا مستوى العلافه باين، دي اللي هي الاصليه وده اللي هو اللي التقليد. حتى هنا في مجيره كده، بصوا كده مجيره، اليد بتاعتها اتخلعت اهي، اللحام طبعا اي كلام. مستوى مختلف يعني. يا ريت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. انا خدت لكم العلافه اهي، عشان طبعا هنا هجيب الثانيه برضو، هنا الدنيا ايه يعني ايه هتبقى واضحه جدا، عشان في ناس يعني ايه، وطبعا في فرق في السعر. هجيب لكم الثانيه، جبت لكم الثانية اهي، معلش انا بصور لوحدي. طبعا في فرق اهو، مستوى الجلفنة فرق جدا، دي اللحام بيتخلع لو يعني ايه جمدت ايدك فيها يتخلع. طبعا زي ما احنا في دي اللي هي بدأت تصدي، زي ما احنا شايفين يعني ايه. فانا حبيت اوريكم الفرق، اصديها من جوه. طبعا دي الشغل واضح جدا يعني. يا ريت تشتركوا معنا في القناه، تفعلوا زر الجرس، اي منتج عاوزينه اكتبوا في جوجل او في اليوتيوب او على الفيس اسم المنتج وجنبه كلمه عرب جروب.